يا رب. أم أسعد السورية تنقلك بصورتها وحالها إلى خيمة أم سعد الفلسطينية، حيث تتشابه الصورة والأسباب: لجوء إثر آخر، ورحيل خشية الموت الذي يلاحق أسرتها، وعذابات فقد الأبناء في سجون النظام دون أن تعلم عنهم إن كانوا موتى أم أحياء. شوفت عينك والله عم نلملم الحوايا، قناني بلاستيك شو ما كانوا عم نساوي، هالتبنات عم نشغل هالتبنات نطبخ للأولاد العصر، نساوي كاس شاي، هاي هي والله ما في غيره، طول النهار عم نشتغل فيه. هنا الله وكيلك، عندي ولدين أولاد ابني، واحد يقولي ميت وواحد يقولي طيب، وما بعرف، والباقي على الله رب العالمين. أبو أسعد الرجل المسن يواسي نفسه بفنجان قهوة مسروق، بينما يذهب الصغار في رحلة بحث عما يبعث الدفء في وطن حال بينهم وبين أحلامهم. وأما الابن الأكبر للعائلة فلا يجد عملا يعيل به أسرته، فيما حيلة الأم بعض التبن للطعام والدفء. معاناة كتير كتير، تعبان كتير، وضع الظرف ضيق كتير كتير، لا في شغل لا في أكل لا في شرب، نطلع نلم الطريق، شوية حطى شوية نايلوش بلاستيك نحاويات شو ما لقينا، بس ندفع عليه ونساوي لمد عليك بعدين. هو حال الغوطة الشرقية بنازحيها وأهلها، كل يوم بيت جديد لهارب جديد، ورحلة بحث لا تنتهي عن مصدر الرزق والبقاء، وسط حرب يبدو أنها ستطول، فيما يدير العالم ظهره لآلام السوريين الباحثين عن طوق نجاة.